سيدي، ما عادش كنت اسمع في ماجد كمال بن خليل اي كنت نسمع ب كنت نسمع وي لو كان تعطينا موقفكم انتم كهيئة تسييرية، شنو صار في الملف نتاع اوبو كو بالضبط بالنسبة لكم انتم؟ اول حاجة حبيت نعمل توضيح فيما يخص اللي قلته انت واللي قاله سي كمال بن خليل. الاتفاقية نتاع انتقال اللاعب الى اودينيزي تم توقيعها في فترة عبد السلام اليونسي، ما وقعش فيها مروان حمودية ولا الهيئة التسييرية. صحيح الكونفونسيون دو ترانسفير الأولانية وصلت بتاريخ 11 ماي من وقت الهيئة التسييرية، لكن ما تمش توقيع عليها، ووقتها تم حتى تسريبها في وسائل الإعلام ولا باش نقول في مواقع التواصل الاجتماعي. معناها لكن مش انتم بعتوه سيد علي لا اوبوكو؟ لا، بداوا المفاهمات لكن ما تمش توقيع على الاتفاقيه هذه. دونك لي بروسيدور اللي تطلب اتفاقيه انتقال اللاعب بما فيها لو سول دو تو كونت نتاع اللاعب ما تمش في فتره الهيئه التسييريه. دونك معناها اللي يقول عكس هذا ما عليه كان يجيب حجه على الشيء هذا. معناها اللاعب هذايا انتقل في فتره عبد السلام اليونسي، ما في حتى شك، لكن صحيح الاتصالات بدات من قبل، وحتى الكونفونسيون دو ترانسفير الاولى اللي بعثتها اودينيزي كالشو تبعثت في 11 مي، مازالت الهيئه التسييريه موجوده، لكن ما تمش الترانسفير وقتها. هذيك عملت اون بروبوزيسيون، ومن قبل بداوا لي بروبوزيسيون من قبل مي هم. انتم ما باهت بالنسبه للاجور نتاع اللاعب، اكيد كانت في الفتره نتاعكم انتم هكا ولا مش خالص؟ صحيح، هو لا هو لا هو راهو الخلاص نتاع اللاعب بداوا لي ديفو نتاعو من اللي جاي، معناها من فتره سليم راهي. احنا كي وصلنا خذينا مقالي التسيير، اللاعب الغاني يسال النادي الافريقي ديجا وقتها شهرين على الاقل ولا اكثر، باش ما نكونش غلط، خاطر هو اونكاجي من اوت 2017 واحنا جينا في نوفمبر. دار خلطنا خلوط قبل ما اللاعب يشكي ويطالب بمستحقاته في كامل العقد نتاعو. هو عنده عقد بثلاث سنين مع اون اني دوبسيون. معناها خلطنا احنا من لو 12 ونقولوا لو 13 نوفمبر 2017 اللاعب ديجا يسال النادي الافريقي فلوس، وتم الخلاص نتاعو، وتم تامين مبلغ نتاع جرايات اللاعب. وبعد هذا كان تتذكروا صار المشكل اللي لاعب جمعيته زادة ما كانتش خالصة، اللي هو كان مشكل آخر، وكان مش معناها المجهودات الكبيرة اللي بذلتها الهيئة التسييرية. ووقتها سي مهدي الغربي كان أكثر إنسان متابع للموضوع هذا، وقتها وتم تسوية الإشكال، ورغم اللي لاعب عدى فوق شهر ونص في غانا، وجبنا لرئيس الجمعيه ذي تشيلسي بكروم اللي كان فيها اوبوكو، جمعيه من غانا، جاء رئيس نتاعها لتونس وقتها، واوبوكو مش في تونس مازال في غانا، هذا يظل في جانفي 2018، وتم توقيع افنو على كونفونسيون دو ترانسفير بين النادي الافريقي والنادي الغاني. ووقتها دفعنا مبلغ 70,000 دولار للنادي الغاني في قبل 31 جانفي 2018، والبقيه اللي هي مبلغ 70,000 دولار وبقيه قاعده 120,000 دولار تبعثوا وقت خلص النادي الافريقي من الترانسفير نتاع اوبوكو الاودينيزي. دار الكونفونسيون تقول اللي النادي الافريقي باش يخلص النادي الغاني في 120,000 دولار كي تم بيع اللاعب، ولا تسمى اون كلوز دو ليبراسيون تقول لو كلوب افريكان سونجاج اليبيري لو جوور نيكولا اوبوكو بور لو مونتون دو 1,300,000 دولار. اش معناها؟ معناها كنتم ملزمين انكم تبيعوه؟ حسب الوضعيه اللي ثم تنجم تقول كنا ملزمين نبيعوه، خاطر احنا كنا في وضعيه اللاعب ليبر، خاطر جمعيته مش خالصه، وهو كان مش خالص ولا خالص البارتي، بيان سور كنا ملزمين باش نبيعوه، لكن زاد يظهر لي البيعه نتاعو كانت مربحه للنادي الافريقي، والنادي الافريقي عاونته باش دفع بها اون بارتي من الخطايا. بالك شي هيئه لعب سيمنيون سيمنين دفعت هي الخطايا اللبنانيين من الفلوس نتاع بوكو، من الفلوس نتاع الكوب دي موند، بخلاف الفلوس اللي سبقتهم الجامعه التونسيه لكره القدم. هو تبيع ب 960,000 دولار علي هكا هذا رقمه؟ لا لا، هذاك نورمالمون سي لو مونتون نيت اللي بقى للنادي الافريقي
بعد ما النادي الافريقي دفع 120,000 دولار لسالهم النادي الغاني بخلاف بخلاف اون كوميسيون زاده سور لو مونطون دو ترانسفير للنادي الغاني خاطر هاو كانوا في اون بوزيسيون معناها دو فورس راهو الجوار في غانا والجمعيه ماهيش خالصه والهيئه نتاع الرياحي بخلاف الوعود الكاذبه معناها بعثت لهم حتى وثائق ماهيش واضحه بالكل باش ما نقولوش حاجه اخرى دونك الوضعيه ما كانتش النادي الافريقي في وضع قوه معناها بالعكس معناها تسمى لو دوسي اي تي بيان تريتي وكان مربح للنادي الافريقي اللي جناه منه تقريبا 3 مليارات ما كنتوش نجموا تسويوا المشكله نتاع الاجور معاه اوبوكو اول حاجه راهو الوثائق اللي جات هذيك اللي قاعده تدور في الفيسبوك راهو جمعيه رياضيه ما تتخاطبش مع نقابه اللاعبين المحترفين في غانا راهو ما عندها حتى قيمه قانونيه ملاعبي عنده كونترات ان جور اترونجي مع ان كلوب تونيزيان عنده قدامه فيفا يمشي يشكي للفيفا الفيفا هي تراسل الجامعة التونسية اللي تراسل النادي ما ثميش هذي ببعث النادي الافريقي نقابة لاعبين محترفين في غانا ولا اجون متاع لاعب واضح معناها حكاية تسوية الاجور المونطون اللي قاعد نسمع فيه توا ما يجي مرة ونص قد شنو يلزم يتقاضى المونطون هو 112,000 دولار ومع 8000 دولار 112,000 دولار المونطون اللي حب عليه هو تو باهي سامحني ثم حاجه اخرى زاده راهو الكونترا الكل نتاع اوبوكو في العام كامل كيبدا يبدا لاعب بالسيزون كامله وما غابش وماخو توت سي بريم دو روندمون عنده 60,000 دولار استغفر الله دو سالير و 100,000 دولار دو بريم دو روندمون كي اللاعب هذا عدا قريب شهرين في غانا معناها هو باش ياخذ بريم دو روندمون كامله وكي ما لعبش قد ان سيرتان نومبر دو ماتش يخلو كامله مع لو مونطون هذا بلوس كيكزاجيري اي سي بلوس كو ديفوندابل كيفاش تفسر لو انت سي علي المونطون هذا؟ بيان سير هما يشوفوا في فرصه باش يغتنموها باش يحاولوا يجدوا لو ماكسيموم من النادي الافريقي وشافوا قبل لي برشا غلط صاروا في النادي الافريقي في من 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 الناحيه هذه كيما جوار هذايا ما تمش توقيع سولد تو كونت معاه خاطر وقتها في جوان 2018 كانت تنجم الهيئه اللي شاده تنجم تجيب جوار توقف لا سيتياسيون اللي معاه معناها شنو يسال للنادي الافريقي وعندها كل المؤيدات على الشيء هذاك وحتى على بيريود اللي هو غايب فيها واللي هو ما يلزموش يخلص فيها لا سالير ولا بريم دو روندمون عليه دونك المونطون هذا امبوسيبل يكون هو اللي لا هو هذا اللي حكمت به لجنه النزاعات ماكش فاهمني معناها المونطون هذاك في الوقت اللي هو باش يخرج فيه ما ينجمش يكون هو ريالمون يسالوا للنادي الافريقي كي توريه المؤيدات الكل وكي تتفاهم معاه وجوار سورتو وقتها في بوزيسيون تاع مضروب باش يمشي الاودينيزي وكنت تنجم فاسيلمون تعمل معاه سولد تو كونت دور ثم دو كا كبار اللي ما تعملش معاهم سولد تو كونت اللي هما الكا تاع ديارا في وقت سليم ريحي والكا نتاع بسام صرارفي في وقت سليم ريحي وهذا تحط برشا نقاط استفهام خاطر نفس الوجوه اللي كانت موجوده وقتا نلقاوها توا مي بيان سور اللي يفشل واللي ما يعملش حاجه صحيحه يحب اما اوبوكو مش في وقت سليم ريحي اوبوكو في وقت الهيئه الحاليه دونك اي في وقت الهيئه الحاليه اما قلت لك فارت نفس وجوه تلقاها قبل وتلقاها توا خليك مع السيد علي كانت تحب تضيف حاجه اللي حبيت نضيفه اللي المونطون هذاك نتصور اكثر من المستحقات الصحيحه نتاع اللاعب انا متاكد اللي الفتره اللي غابها وقت هو في غانا ما محسوبه كانه هو موجود معناها وتنجم تطرح هذه حاجه الاولى والحاجه الثانيه نعاود ناكد اللي اي لاعب يغادر يلزم السيتياسيون نتاعو تنضاف ويتعمل له ورقه نتاع سولد تو كونت ولا تتعمل له اتفاقيه على اشيونس في مونطون قعد له 20,000 ولا 30,000 ما تشوفش سيدي علي ما كانش نجم تعمل الورقه هذه خاطر خصوصا انه اللاعب عنده معناتها كلوز نجم يخرج به يوفر مبلغ هذاك وهو مش خالص معناها يقول لك انا ما فهمتش علاش باش نتنازل على فلوسي لا 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 الكلو لا ما قلناش يتنازل بركة لا اما زاد الجوري نجم يتعطل خاطر النادي الافريقي هو باش يخلص معناها هو اذا طالب حاجه
اكثر من حقه. ما نجمش النادي ساحلو فيها وباش يتعطل هو في البروسيدور نتاعو. هو سي علي هو ما خرجش بترونسفير هكا ولا خرج بفعل البند التسريحي هو معناتها دونك الكلوب ماهيش بالصحه معناتها ما عندهاش توافق او ما توافقش باش يخرج هو هكا ولا ما لا سامحني ما لا كي هو عنده بند تسريحي علاش اودينيزي تبعث اتفاقيه ترونسفير؟ ما وقتها تمشي تامن الفلوس عند الفيفا ولا واحد. لا النادي الافريقي صح متفاهمين النادي الافريقي ما عندوش باش يوافق باش يقول المونطون لا ما يقابلش. اذا اللاعب موافق والجمعيه اللي باش تاخذه فاتت المونطون اللي ما اللي في البند التسريحي ينتقل للنادي الثاني من غير موافقه النادي الافريقي. لكن ثم اجراءات فيها النادي الافريقي والاهم اجراء بالنسبه للنادي الافريقي في الوقت هذاك هو كيفاش باش يامن فلوسه من عند النادي اللي باش يشري اللاعب، وفي نفس الوقت كيفاش باش يوضح الوضعيه تاع الاجور نتاع اللاعب، شنو خالص شنو مش خالص، وكان ثم حاجه من الاول تطرح من المونطون تاع الترانسفير هذاك تنجم تصير معناها اون كومبونساسيون من غير ما النادي يقعد يخرج فلوس من عنده معناها. معناها ما يلزمش تصير الحكايه هذيا من بعد بعام واش تجينا سوربريز، ماهيش سوربريز متوقع. نجم الملف يتم التعامل معاه بطريقه احسن في وقتها.